بالرغم من حرارة الشمس، لأن هؤلاء الشباب ارتدوا الأقنعة طواعية لوقاية أنفسهم وذويهم من جائحة كورونا. ملي بدا هذا الموضوع حنا نديروها، وبين الخدمه والخدمه كما يقولوا عندنا اللي تساع ما عندناش ديرو جمو كاع في الخدمه. 30 35 متر بين الواحد والواحد، سما ما نتلاقاوش كاع مع بعضنا. انا ندير البافا تاعي وما نديش كما يقولوا ما نديش المرض للدار. كما يقولوا عنده واحد راه عنده مسؤوليه، دراري عنده، مراه عنده، خاوته عنده، جيرانه، ماذا به ما يدي حتى واحد. توفير هذه الأقنعة مصاريف إضافية بالنسبة للمستثمر الذي امتثل للتدابير الوقائية. حنا المهم الصباح حنا نوفروا لكم ان كونتيتي هكذا، نسربوا لهم العمال ونفهموهم ما نديروا مسافة الأمان بين الخدام بين العامل والعامل، نخلوا 30 خطوة 30 متر، ونخلوا واحد 12 متر بيناتهم هكذا بالعمر. احنا الدور تاعنا كمديرة المصالح الفلاحية هو دور توعوي وتحسيسي، ماشي يعني دور توعوي وتحسيسي، وهذا ما قمنا به اترافير بيان سور اترافير لي ميديا، دونك لا راديو لوكال اللي كنا درنا بعض يعني لي سبوت او نيفو دو لا راديو لوكال حتى نحثوا الفلاحين باش يتخذوا هذه الاجراءات. الوعي بخطورة الوضع جعل إطارات المصالح الفلاحية بولاية بومرداس يركزون عبر جميع وسائل الإعلام على تمرير رسالة توعوية لكل الفلاحين.